بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة أميرة خطاب. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم مع بعض عن واحد من أهم الـ Engineering Components. زي ما أنتوا عارفين إحنا الجزء الثاني من الكورس بنتطرق فيه لقياس أبعاد الـ Engineering Elements زي الـ Gears والـ Bearings، والنهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض عن طرق قياس الـ Screw Threads. بالتأكيد كلنا عندنا فكرة عن أهمية الـ Screw Threads وتطبيقاتها المتعددة والاستخدامات المختلفة ليها، فإحنا عارفين إنها بتستخدم طبعاً كأدوات للتثبيت، تثبيت الأجزاء مع بعضها. في الحالة دي إحنا بنسميها فاستنرز، زي البولتس وزي الستاتس والنتس، كلها بتستخدم في عمل وصلات مؤقتة أو temporary joint، بثبت بيها الأجزاء مع بعض وأقدر أفكها في أي وقت. بالإضافة لإن السكرو ثريدز بتعتبر أيضاً power and motion transmitting elements، يعني أقدر عن طريقها أنقل power أو أنقل motion. فعلى سبيل المثال إحنا ممكن عن طريق السكرو إن إحنا نحول الحركة الدورانية بتاعت السكرو دي لحركة خطية بنحرك بيها أجزاء في الماشينز. المثال اللي إحنا كلنا عارفينه في الحالة دي اللي هو الليد سكرو الموجود في الليث. الليد سكرو اللي موجود في الليث زي ما إحنا عارفين لما بيتحرك الحركة الدورانية بتاعته بيبدأ يحرك معاه الجزء الخاص بالتول والتول بوست والكارج بحركة خطية. أيضا لو جينا نتكلم على تطبيقات استخدامات الثريدز في مجال الميجرمنتس، فاحنا هنلاقي إن السكرو ثريدز موجودة ككومبوننتس مهم جدا في أجهزة كتير، وعلى سبيل المثال برضو أبسطها الأجهزة اللي هي عبارة عن الهاند تولز زي المايكرومتر مثلا. فاحنا بنستخدم السكرو الموجود في المايكرومتر في قياس الدايمنشنز. بالتالي نتيجة لكل التطبيقات دي والاستخدامات دي، فكان من الضروري ان احنا نبدأ نتعرف على المين دايمنشنز اللي موجودة في السكرو ثريدز في البداية، وبعد كده نبدأ نشوف ايه هي اهم الطرق اللي هستخدمها في قياس الدايمنشنز دي، ونشوف مع بعض ايه هي التولز اللي معانا اللي نقدر نستخدمها في القياس، سواء كانت هاند تولز او سواء كانت انسترومنتس. فبالتالي احنا النهاردة ان شاء الله هنتناول الجزء الخاص بالمين دايمنشنز الموجودة في السكرو ثريدز، وايضا هنبدأ نشوف طرق قياس هذه الابعاد. تعالوا في البداية نتعرف على السكرو ثريد، نشوف الستاندرد ديفينيشن للثريدز اكوردنج للامريكان سوسايتي اوف تول اند مانوفاكتشرينج انجينيرز. الستاندرد ديفينيشن بيقول انه السكرو ثريد عبارة عن هيليكال ريدج او نتوء حلزوني موجود على الاكسترنال سيرفيس او الانترنال سيرفيس لسلندر او لكون، يعني سواء كان الورك بيس عباره عن اسطوانه او كون، او السطح كان داخلي او خارجي، فهو عباره عن هيليكال ريدج موجود على سطح البرودكت. الهيليكال ريدج ده موجود على السيرفيس نتيجه ل عمل جروف، الجروف ده كان هيليكال وكان الجروف ده كونتينوس على السطح بيونيفورم بروفايل، يعني لو جينا قطعنا الاسطوانة أو السلندر بمستوى عمودي عليها هنشوف الفورم أو البروفايل بتاع الريدج ده، وهو ده عبارة عن الثريد فورم، ده بيكون شكل السنة، والثريد فورم ده بيكون شكل ثابت ما بيتغيرش على طول السلندر، زي يعني زي ما احنا شايفين كده انه الشيب بتاع الأسنان ده كونتينوس وليه يونيفورم شيب على طول السلندر، بحيث تكون كل الأسنان أو كل الثريدز لها نفس البروفايل. الجروف ده ليه بنقول عليه انه هيليكال جروف، او ليه بنقول عليه انه هيليكس؟ زي ما احنا عارفين ان الهيليكال ده عبارة عن المحل الهندسي لنقطة، النقطة دي بتدور بسرعة ثابتة حوالين محور، وفي نفس الوقت بتتقدم بسرعة خطية ثابتة في اتجاه موازي للمحور ده، فنتيجة الشكل اللي بينتج نتيجة الحركة دي بنسميه هيليكس او هيليكال شيب موجود على البرودكت. لما بيكون الثريد فورمد على external surface للwork piece فبنسمي الثريد ده external thread. مثال على كده البولتس والستاتس. البولتس دي هي عبارة عن السكروز اللي بيكون ليها هيد وبعدين ليها جزء threaded. الستاتس بتكون عبارة عن اسطوانة threaded من الطرفين. أما لما يكون الثريد ده مفتوح على الانترنال surface بتاع الwork piece فده بنسميه الانترنال ثريد. مثال عليه طبعا زي ما احنا عارفين النص. بالتأكيد لازم علشان السكرو يؤدي وظيفته لازم يكون عندي الجزئين، لازم يكون في الانترنال ثريد والاكسترنال ثريد، لازم يكون في سكرو، لازم يكون في ايضا النت.
بالنسبة لي الفورم اوف ثريد زي ما احنا قلنا كده، ده الشيب او الكونتور بتاع الثريد اللي بيظهر في الاكسيال سيكشن، يعني في السيكشن الواضح قدامنا كده الفورمة بتاعت الاسنان، هي دي اللي بنسميها الفورم اوف ثريد. الفورم اوف ثريدز ليها ستاندرز مختلفة، اشهرها المتريك ثريد والبريتش ثريد. هنشوف مع بعض في السلايد اللي جاية تقسيمة للستاندرد فورمز اوف ثريدز. السكرو ثريد فورمز بتتقسم لمجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة الفي ثريدز والمجموعة الثانية مجموعة الترانسميشن ثريدز. مجموعة الفي ثريدز كل أنواع الثريدز اللي موجودة فيها كلها بتبقى على شكل حرف V، بتستخدم أكتر في الفاستنينج بيربسز أو بتستخدم كفاستنرز أكتر من إنها تستخدم في تطبيقات تانية. عندنا أمثلة عليها زي الفيجر اللي قدامنا، عندنا الفي ثريد، المتريك ثريد، الويتورث ستاندرد ثريد، الامريكان ناشونال ستاندرد، واليونيفايد ثريد. الاشكال دي كلها في ثريدز مع اختلاف في الدايمنشنز بتاعتها، وفي مجموعه منهم متريك ثريدز الوحدات بتاعتها بتكون بالملي، وفي مجموعه ايضا بريتش ثريد الوحدات بتاعتها بتكون بالانش. عندنا الشارب في ثريد اللي هو الشكل الاولاني، ده الاوريجينال شيب بتاع الثريد، اول ما اتصنع كان بالشكل ده. جت بعد كده الامريكان ناشونال ستاندردز غيرت فيه شويه، خلت الكريست والروت شكلها فلات بدل ما كانت شارب علشان تزود السترينث بتاع الثريد. عندنا كمان المتريك ثريد، ده الموست كومنلي يوزد، الثريد اللي بيستخدم اكتر، وهو بيتبع الايزو ستاندردز، شكله زي ما احنا شايفين حرف V، هو متريك سيستم الوحدات بتاعته بالملي. شكل السنة زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا الانجل بين السنتين 60 درجة، عندنا المسافة من السنة للنقطة المماثلة على السنة اللي بعدها بنسميها بيتش، وبنلاقي انه الابعاد بتاعته الكريست والروت كلها نسبة من البيتش. عندنا ايضا اليونيفايد ثريد، اليونيفايد ثريد قريب في الشكل من المتريك ثريد، برضو الزاوية بين السنتين 60 درجة مع اختلاف بعض الدايمنشنز، وابعاده اليونيفايد ثريد ابعاده بتبقى بالانش لانه بيتبع البريتش سيستم. الويتورث ثريد شبه المتريك وشبه اليونيفايد، لكن الزاويه بين السنتين 55 درجة، وهو ايضا بريتش، بيتبع البريتش سيستم، والابعاد بتاعته بتكون بالانش. بالنسبه للمجموعه الثانيه، مجموعه الترانسميشن ثريدز، اللي هي عندنا السكوير والاكمي والناكل والباترس. المجموعه دي بتستخدم في زي ما قلنا ان احنا محتاجين نعمل باور اند موشن ترانسميشن، او ان احنا محتاجين نعمل ديسبليسمنت، فبنستخدم السكرو ثريدز اللي شكلها زي السكوير والاكني والنكل. زي ما احنا شايفين هو هنا الويدث بتاع الاسنان اكبر، وبالتالي هي بتبقى ديزاين انها تتحمل سترينث وفورسز اعلى من الفي ثريدز. عندنا كمان الباترس، مثلا الباترس الشكل بتاع السنان بتاعته مش سيمتريكال، فبيبقى ديزايند ان هو يتحمل فورسز في اتجاه معين، مش في كل الاتجاهات. بكده نكون استعرضنا بشكل عام فكره سريعه عن الديفينيشن بتاع الثريدز والستاندردز المختلفه بتاعه الثريدز. هنبدا دلوقتي نتكلم على المين دايمنشنز الموجوده في السكرو ثريدز. هنبدا دلوقتي نتعرف على الدايمنشنز، هنبدا بيه اولا الاقطار. عندنا في الثريدز 3 diameters، عندنا الميجور diameter والماينور diameter والافكتيف او البيتش diameter. اولا الميجور diameter، الميجور diameter لو كنا في حاله ان احنا بنتكلم على external thread، فالميجور diameter هو قطر الاسطوانه الايماجينري التخيليه اللي ليها نفس الاكسس بتاعه الثريد، او بنقول انها كواكسيال مع الثريد، والاسطوانه دي بتلمس كل الكريستس بتاعت الثريد. يبقى الايماجينري سلندر اللي بتلمس كل الكريستس بتاعت الثريد كواكسيال مع الثريد، ليها نفس الاكسس، الدايمتر بتاعها بنسميه الميجور دايمتر بالنسبه للاكسترنال ثريدز. اما لو بنتكلم على انترنال ثريد، فالميجور دايمتر هنا بيبقى ايضا هو قطر السلندر اللي بتلمس الروتس بتاعت الثريدز، يبقى قطر السلندر في الميجور دايمتر اللي بتلمس الروتس في الانترنال ثريدز. بالنسبه للماينور دايمتر،
لو كنا برضو بنتكلم على external thread، فالماينور هنا هو الديامتر بتاع الimaginary cylinder، الاسطوانة التخيلية اللي ليها نفس الاكسس بتاع الثريد coaxial معاه وبتلمس كل الروتس بتاعة الثريدز. لو كنا بنتكلم على الانترنال ثريدز، فالماينور ديامتر هو الimaginary cylinder اللي ليها نفس السنتر او الاكسس بتاع الثريد وبتلمس كل الكريستس بتاعة الثريدز، ده بنسميه الماينور ديامتر. احيانا ايضا بيسمى الروت ديامتر. اما بالنسبه للافكتيف ديامتر او البيتش ديامتر، فهو الديامتر اوف ذا بيتش سيلندر، يعني السيلندر بنسميها البيتش سيلندر. البيتش سيلندر بتكون كواكسيال مع الثريد اكسس، بتقطع البيتش سيلندر الثريدز او بتقطع الفلانكس بتاعت الثريدز، بحيث انه بتكون المسافه على السنة أو الويث بتاع السنة ده بيساوي المسافة على السبيس الموجود بين السنتين. يعني الاسطوانة بنسميها البيتش سيلندر، بنلاحظ انها هتقطع السنة هنا بحيث تكون المسافة اللي موجودة على السنة أو على المتل بتساوي المسافة الموجودة في السبيس دي، بنسميها البيتش سيلندر. والديامتر بتاعها بنسميه البيتش ديامتر أو الافكتيف ديامتر. عندنا ايضا الانجل اوف ثريد، او بتسمى احيانا ايضا الانكلودد انجل، هي الانجل بتوين التو فلانكس اوف ذا ثريد، الانجل اللي بين التو فلانكس بنسميها الانكلودد انجل. وطبعا زي ما احنا شايفين بتظهر في الاكسيال بلين، بتظهر في المستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي، يبقى ده هنا الزاويه دي هي الزاويه ثيتا الانكلودد انجل. عندنا كمان الفلانك انجل، الفلانك انجل هي نص الانكلودد انجل، وهي الزاوية بين الفلانك وبين اللاين العمودي على السنتر لاين اللي بيقطع الفيرتكس أو الأبكس بتاعة الفاندمنتال تريانجل. إيه هو الفاندمنتال تريانجل؟ الفاندمنتال تريانجل ده مثلث مش موجود، هو imaginary تريانجل، مثلث تخيلي. بيظهر فين؟ بيظهر لو مدينا التو فلانكس بتوع السنة فوق الكريستس، لو مدينا التو فلانكس بتوع السنة فوق الكريست أو فوق قمة السنة فهيتقاطع في نقطة اللي هي نمبر 7 هنا، ولو مدينا التو فلانكس دول فهيتقاطعوا هنا في نقطة، لو وصلنا الثري بوينتس دول هيبقى عندنا مثلث. المثلث ده بيحوي السنة بتاعة الثريد، بنسمي المثلث ده الفاندمنتال تريانجل. عندنا كمان البيتش، البيتش هي المسافة اللي ما بين بوينت على الثريد لحد نفس البوينت على السنة اللي بعده، أو بنسميها الـ distance between two corresponding points on adjacent thread، المسافة بين نقطتين متشابهتين على سنتين متتاليتين، مش شرط تكون من الكريست للكريست أو من الروت للروت، هي ممكن تكون المسافة من أي نقطة على الفلانك لنفس النقطة على نفس الفلانك بتاع السنة اللي تليها. أي نقطة هنا في أي مستوى، المهم هيكون موازي للبيتش لاين، أي نقطة على الفلانك لنفس النقطة على نفس الفلانك بتاع السنة اللي بعدها، ميجرد في الميجرد بارلل زي ما قلنا للثريد اكسس، دي بنسميها البيتش. عندنا ايضا الادندم، الادندم هي المسافة المتقاسة راديالي، يعني في اتجاه راديال عمودي على البيتش لاين والثريد اكسس، المسافة دي هي المسافة اللي بين الكريست وما بين البيتش لاين، أو المسافة بين الميجور ديامتر والبيتش لاين، ده في حالة كنا بنتكلم على external thread. طيب لو كنا بنتكلم على internal thread فهي هي المسافة بين الكريست والبيتش لاين، لكن هناك هتبقى الكريست هناك بتمثل الماينور ديامتر، فهتبقى المسافة من الماينور ديامتر لحد البيتش لاين، الكلام ده في الانترنال threads. بالنسبة للديدندم هي المسافة دي على الرسم برضو بتتقاس في اتجاه راديال عمودي على السنتر لاين، وهي المسافة من البيتش لاين لحد الماينور ديامتر لو كنا بنتكلم على external threads، أو المسافة من البيتش لاين للروتس. لكن لو بنتكلم على internal threads فالروتس في الانترنال threads بتمثل هناك الميجور ديامتر، فبالنسبة للانترنال threads المسافة اللي بين الميجور ديامتر والبيتش لاين هتكون هي الديدندم. عندنا كمان الليد، الليد هو الاكسيال ديستانس موفد باي ذا سكرو وين ذا سكرو از جيفن وان كومبليت ريفوليوشن، يعني لو لفينا السكرو ده لفه كامله فهيتحرك اكسلي مسافه قد ايه، او لو احنا لفينا النط الموجود على السكرو
لفه كامله، فهتتقدم مسافه قد ايه في الاتجاه الاكسيال، ده ما يسمى بيه الليد. عندنا الليد انجل، الليد انجل هي الزاويه اللي ميد باي ذا هيليكس اوف ذا ثريد ات ذا بيتش لاين وذ ذا بلين بيربنديكولار تو ذا اكسس، بمعنى انه الزاويه بين الهيليكس بتاع الثريد مع اللاين العمودي على الثريد اكسس اللي بنسميها الليد انجل. الزاويه الثانيه الكومبلمنتري انجل مع الليد انجل بنسميها الهيليكس انجل، ودي الزاويه بين الهيليكس بتاع الثريد مع اللاين الموازي للبيتش لاين او الثريد اكسس. يبقى عندنا الليد انجل والهيليكس انجل الاثنين مجموعهم 90 درجه، واحده فيهم الليد انجل هي زاويه ميل الهيليكس مع البيربنديكولار على السنتر لاين، والهيليكس انجل هي زاويه ميل الهيليكس مع اللاين البيتش لاين او اللاين الموازي للسنتر لاين. هنبدأ في الجزء اللي جاي نشوف دلوقتي ازاي هنقدر نقيس المين دايمنشنز الموجودة في السكرو ثريدز. اولا measurement of major diameter، ازاي بنقدر نقيس الميجور دايامتر؟ لو اتكلمنا على الطرق الميكانيكال فهي بتعتمد في الاساس على المايكرومتر. استخدامنا المايكرومتر ممكن يتم ثلاث اشكال، اولا باستخدام المايكرومتر العادي الاكسترنال مايكرومتر العادي اللي ليه فلات انجلز، تاني حاجة باستخدام البنش مايكرومتر، وثالث طريقة باستخدام البنش مايكرومتر اللي اتاتشد للفلوتنج كارج او الفلوتنج تيبل. طيب اولا ازاي بيتم قياس الميجور دايمتر بالاكسترنال مايكرومتر العادي؟ اولا انا بستخدم الاكسترنال مايكرومتر، ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ اعمل زيرو تشيك زي ما احنا متعودين، بنقفل التو انفلز على بعض وبناخد قراءة وبعد كده نبدأ نقيس على الثريد. لازم طبعا الفلات انفلز بتاعت المايكرومتر تكون عاملة كونتاكت على الثريد كريست، تكون عاملة كونتاكت على اكتر من سنة، ما ينفعش يكون لامس سنة واحدة. بعد كده نبدأ اخد القراءة التانية اللي هي القراءة على الميجور ديامتر او على الكريست بتاعت الثريد، وبعد كده باخد الفرق بين القراءتين. تعتبر الطريقة دي من اسهل الطرق في قياس الميجور ديامتر، لكن المفروض ان احنا واحنا بنقيس ناخد بالنا اثناء القياس ان احنا بنضغط بالانفلز بـ light pressure على السكرو ثريد. الانفلز دي بتكون عاملة كونتاكت على points او على نقط صغيرة جدا اللي هي مساحات بتاعة الكريستس، ودي بتبقى مساحات صغيرة جدا، بالتالي لو ضغطنا بشكل زايد على الثريد ممكن ده يسبب deformation في الانفلز نتيجة للـ compression forces، نتيجة الضغط اللي بيحصل من الفلات انفلز دي على الكريستس. بالتالي احنا هنا ممكن نأثر بـ error في القياسات نتيجة لحدوث deformation في الانفلز. علشان كده وعلشان نتفادى المشكلة دي ونحصل على قراءات أدق فبنبدأ نستخدم الطريقة التانية وهي القياس باستخدام البنش مايكرومتر. استخدام البنش مايكرومتر مفيد جدا في القياس لأنه بيساعد على إنك تحافظ على constant pressure في كل القراءات، ده لأنه موجود فيه indicator بيسمى الفيجيشل indicator. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي أجزاء البنش مايكرومتر. اولا عندنا التو انفلز بتوع المايكرومتر هنا، دولت الميجرنج انفلز موجودين هنا. الميجرنج انفلز الانفل اللي على اليمين متوصله بالمايكرومتر هيد وعليه السكيل بتاع المايكرومتر، الانفل اللي على الشمال متوصله بالفيديشال انديكيتور. الانفل دي موفابل سبرينج لودد، يعني لما بنضغطها بنلاقي الانديكيتور يبدا يتحرك في اتجاه معين، ولما نشيل الضغط من عليها يبدا يرجع الانديكيتور في او البوينتر في اتجاه التاني. شبه فكره الدايل انديكيتور في القياس، بحيث انه الفاريشن في البريشر اللي موجود هنا على الانفل دي يبقى محسوس عن طريق الانديكيتور ده اللي بنسميه الفيديشال انديكيتور. بالتالي فكرة القياس هنا عبارة عن فكرة الـ comparative measurement اللي احنا عارفينها، زي ما بنشتغل بالدايل جيج كده احنا عندنا هنا كمان comparative measurement. بنبدأ الأول باستخدام بلوك جيج أو ستاندرد، في حالتنا هنا لما بنقيس على screw threads فاحنا بنبدأ نشتغل على setting cylinders أو standard cylinders، وممكن تكون cylinders calibrated، بنختارها بحيث يكون قطرها قريب لقطر الميجر ديامتر بتاع الثريد، ونبدأ نضعها بين التو انفلز ونقفل الانفل اللي من ناحية اليمين بالمايكرومتر، ونبدأ
نضغط على الانفل اللي من ناحية الشمال اللي متوصلة بالانديكيتور بحيث تكون الانفل مضغوطة شوية عشان تبدأ تحس بالفاريشنز، سواء كانت الفاريشن في الاتجاه البوزيتيف او في الاتجاه النيجاتيف. بعد ما بعمل سيتنج بالستاندرد سيلندر او بالستاندرد جيج، بشيل الستاندرد وببدأ احط السكرو ثريد مكانها وببدأ اشوف قراءة الانديكيتور. هنا انا مش هاخد بقى القراءة من على المايكرومتر، هبدأ اشوف قراءة الانديكيتور، ابدأ اشوف الفاريشن او الفرق بين القراءة على الستاندرد والقراءة على السكرو ثريد. بالتالي علشان اقيس الميجور ديامتر، بقيس الاول على ستاندرد ديامتر اللي هو موجود هنا، سواء زي ما قلنا سواء كان ستاندرد سيلندر او كاليبريتد سيلندر او لو كان حتى بلوك جيجز، بس يفضل انه يكون شكل الستاندرد شبه شكل الورك بيس عشان يكون نفس شكل التلامس اللي هيحصل بين الفلات انفل بتاعه المايكرومتر وسطح السيلندر. يبقى احنا الاول هناخد قراءه ستاندرد على الستاندرد، هنسميها ار ستاندرد ار اس، وبعد كده هنبدا نحط السكرو ثريد وناخد قراءه عليه هنسميها ار 1، وبعد كده الفرق بين القراءتين هيتم اضافته على الديامتر بتاع الستاندرد سيلندر دي اس. يبقى لحساب الميجور ديامتر بيساوي الديامتر بتاع الستاندرد بلس الفرق بين القراءه على السكرو ثريد ناقص القراءه على الستاندرد. اما الطريقه الثالثه هنا في قياس الميجور ديامتر هو استخدام البنش مايكرومتر اللي اتاتشد ليه فلوتنج كارج او فلوتنج تيبل. احنا زي ما شفنا في استخدام الاكسترنال مايكرومتر واستخدام البنش مايكرومتر، احنا لما بنيجي نقيس بنبدا نمسك الستاندرد سيلندر بايدينا او الستاندرد جيج وبنمسك الثريد بايدينا وبنبدا نقيس. هنا في النوع ده الفلوتنج تيبل بتحتوي على تو سنترز لتثبيت الستاندرد سيلندر ولتثبيت الثريد. يبقى هنا في النوع ده في الفلوتنج تيبل ده شكل الفلوتنج تيبل، هنا عندنا التو سنترز اللي بنثبت فيهم الثريد والستاندرد سيلندر. وبنفس الطريقه في القياس احنا بناخد الاول قراءه على الستاندرد سيلندر وبعد كده بناخد قراءه على السكرو ثريد ونبدا نضيف الفرق بين القراءتين دول على الديامتر بتاع الستاندرد، وبكده بنحصل على قراءه الميجور ديامتر. تاني حاجة هنشوفها هو طريقة قياس الماينور ديامتر. بنتكلم دلوقتي على الطرق الميكانيكال اللي بنستخدم فيها ميكانيكال تولز سواء كانت هاند تولز أو زي البنش مايكرومترز. أولا زي ما عرفنا تعريف إيه الماينور ديامتر، كان تعريف الماينور ديامتر بيقول إنه قطر الروت سيلندر أو الأسطوانة الإيماجينري اللي بتلمس الروتس بتاعة الثريد. بالتالي علشان نحقق التعريف بتاع الماينور ديامتر لازم نستخدم طريقة تقدر تعمل كونتاكت على الروتس بتاعة الثريد. علشان كده أول طريقة عندنا هنستخدمها هي طريقة السكرو ثريد مايكرومتر. إيه الفرق بين السكرو ثريد مايكرومتر والمايكرومتر العادي؟ هل في فرق بينهم ولا الاثنين نفس الفكرة؟ الاثنين نفس الفكرة، هم عبارة عن مايكرومتر لكن الفرق الوحيد بينهم هو الأنفلز. بالنسبة للمايكرومتر العادي التو أنفلز اللي فيه زي ما احنا عارفين هما solid أنفلز والسيرفيسز بتاعتهم فلات، الاثنين تو فلات أنفلز. لكن السكرو ثريد مايكرومتر احنا بنلاقي انه التو أنفلز اللي فيه بيكونوا هولو، بحيث انه بيكون معاه set of different أنفلز بأشكال مختلفة. الأشكال بتاعة الأنفلز اللي موجودة مع السكرو ثريد مايكرومتر بيكونوا عبارة عن كون conical anvil ومجموعة أخرى بتكون على شكل حرف ال V. ال conical anvils وال V anvils الاثنين بيستخدموا في قياس في قياسات ال minor، احنا بنستخدم ال conical anvils بس، وفي قياسات ال effective بنحتاج زي ما هنشوف بعد كده لل conical ولل V anvils. طيب هنبدأ نقيس ازاي بال سكرو ثريد مايكرومتر. احنا بنبدأ الأول نختار تو conical anvils من السيت بتاعة المايكرومتر بحيث تكون الكونيكال أنفلز دي الانكلودد أنجل بتاعتها أقل من أو الزاوية بتاعتها أقل من الانكلودد أنجل بتاعة الثريد. طبعا علشان توصل الأنفلز دي للروت لازم تكون زاوية الأنفل أقل من الانكلودد أنجل بتاعة الثريدز،
وبالتالي فبنختار من السيت بتاعه المايكرومتر تو كونيكال انفلز الاثنين يقدروا يوصلوا للروت من غير ما يحصل كونتاكت مع الفلانكس. بعد ما بنختار التو انفلز دول وبنركبهم في المايكرومتر بنبدا نعمل الزيرو تشيك زي ما تعودنا، اما بنقفل التو انفلز على بعض بيحصل كونتاكت ما بينهم وبنبدا ناخد قراءه ار نوت، وبعد كده بناخد قراءه تانية على السكرو ثريد وبناخد الفرق بين القراءتين. ده لو عملنا زيرو تشيك بين تو انفلز وحصل كونتاكت بين التو كونيكال انفلز. اما او ان احنا نبدا نعمل زي ما عملنا في القياس بالميجور دايامتر بالمايكرومتر، ان احنا نستخدم ستاندرد سيلندر بناخد عليها قراءه ار اس وبعد كده نبدا نقيس بنفس الكونيكال انفلز على السكرو ثريد وناخد قراءه ار 1 وبعد كده ناخد الفرق بين القراءتين ونضيفه على الدايامتر بتاع الستاندرد سيلندر، وبكده بنقدر نحصل على الماينور دايامتر. وبنفس الطريقة وزي ما اتكلمنا قبل كده في قياس الميجور دايامتر، احنا عندنا كمان نقدر نستخدم البنش مايكرومتر، ونقدر نستخدم البنش مايكرومتر اللي معاه فلوتنج تيبل في قياس الماينور دايامتر. زي ما احنا شايفين هنا عندنا ده بنش مايكرومتر اتركب فيه هنا ميجرينج انفلز الاثنين كونيكال انفلز، واحدة فيهم اثناء القياس بتبقى مكانها ثابت ما بيتحركش، والتانية هي اللي هتبقى الموفابل انفل وهي اللي البريشر نتيجة الفاريشن في الستاندرد والثريد بيتنقل هنا للانديكيتر، وبناخد قراءات الفاريشن زي ما قلنا قبل كده انها طريقة كومباراتيف. يبقى هنا احنا بنقدر نقيس الماينور دايامتر برضو باستخدام البنش مايكرومتر، وزي ما لاحظنا هنا ان احنا هنا ركبنا الماينور دايامتر انفلز او الكونيكال انفلز. في الحالة التانية هنا استخدام البنش مايكرومتر لما يكون معاه فلوتنج تيبل زي ما احنا شايفين هنا السكرو ثريد هنا متثبت بين تو سنترز، عندنا الفيجر الاولى هنا ده عبارة عن الستاندرد سيلندر، الستاندرد سيلندر متثبتة بين التو سنترز، وعندنا هنا التو انفلز بتوع المايكرومتر كونيكال، الانفل دي اللي هتبقى ثابتة والانفل دي اللي زي ما قلنا متوصلة بالفيديشال انديكيتر. نبدأ ناخد قراءة على الستاندرد سيلندر وبعد كده بناخد قراءة على الثريد، وزي ما شفنا الطريقة اللي بنقدر نحسب بيها بعد كده الماينور دايامتر. أما بالنسبة للإفكتيف دايامتر أو البيتش دايامتر تعالوا نشوف إزاي هنبدأ نقيسه، بس خلينا الأول نرجع لتعريف الإفكتيف دايامتر. ايه هو تعريف الافكتيف ديامتر؟ الافكتيف ديامتر هو الديامتر اوف ذا بيتش سيلندر. مين هي البيتش سيلندر؟ دي السيلندر اللي بتقطع الثريدز بحيث تكون المسافه على الثريد قد المسافه اللي على السبيس، وليها نفس السنتر او كواكسيال مع الثريد. يبقى السيلندر اللي بتقطع الثريدز بحيث تكون المسافات متساويه السبيس والثريد الثريد نفسه. طيب بنفس الفكرة كده لو احنا جينا اخدنا نقطة تقاطع البيتش سيلندر مع الفلانك ونزلنا بخط عمودي على السنتر لاين لحد ما قابلنا الناحية التانية، هنقابل النقطة التقاطع ايضا البيتش سيلندر على الفلانك بتاع السنة المقابلة من الناحية التانية. طيب بالمثل كده لو احنا نقدر ناخد اي نقطة من على الفلانك ده ونزلنا بخط عمودي، مش شرط هي نقطة تقاطع البيتش سيلندر، لو أخدنا أي نقطة على الفلانك ونزلنا بخط عمودي فهننزل لنقطة تانية على الفلانك المقابل، وبالتالي المسافة دي هي نفسها المسافة اللي احنا بندور عليها وهي دي البيتش دايامتر. يبقى أي نقطة على الفلانك لو نزلنا بخط عمودي على السنتر لاين هنقابل الفلانك اللي من الناحية التانية، فالمسافة دي بنسميها البيتش دايامتر أو البيتش أو الإفكتيف دايامتر. طيب الفكرة دي هي فكرة عمل السكرو ثريد مايكرومتر زي ما هنشوف دلوقتي، ان انت محتاج يبقى عندك اداة تقدر توصل بيها لنقطة على الفلانك ده ونقطة تانية مقابلة في الفلانك اللي قصاده على الناحية التانية. علشان كده بنبدأ نستخدم السكرو ثريد مايكرومترز بمجموعة الانفلز او السيت اوف انفلز اللي بتكون شكلها عبارة عن كون اند في انفلز. التو انفلز دول المفروض ان كل تو انفلز مع بعض ليهم نفس السايز. التو انفلز واحده فيهم كونيكال المفروض بتدخل في السبيس فتبدا تعمل كونتاكت على التو فلانكس دول،
التانية اللي من الناحية التانية عبارة عن بي أنفل، بتبدأ تدخل على الميتال بتاع الأسنان وبتعمل كونتاكت على التو فلانكس بتوع السنة اللي قصاد السبيس. بالتالي احنا بنقيس المسافة العمودية بين نقطة على الفلانك ده ونقطة على الفلانك المقابل في الناحية التانية زي ما قلنا. طيب ازاي هبدأ اختار التو أنفلز دول، الكونيكال والفلات الكونيكال والفي أنفلز؟ التو أنفلز دول لازم أكون عارف البيتش بتاعت الثريد و نوع الثريد ده، هل هو متريك ثريد ولا بريتش ثريد، لان احنا بنلاقي مع في السيت بتاعه المايكرومتر بنلاقي انه مكتوب عليها مقدار البيتش وكمان مقدار او نوع الثريد ده هل هو متريك ولا بريتش. لو هو ام فاحنا بنروح نبص على المجموعه المكتوب عليها ام اللي هي المتريك وبنختار السيت او الكابل اوف انفلز اللي هم التو انفلز دولت اللي ليهم نفس البيتش واركبهم في السبندلز بتاعه المايكرومتر وابدا اتاكد ان هم عاملين كونتاكت مظبوط مع الفلانكس. طبعا بالطريقه دي بعد ما بركب الفي اند كون انفل ببدا اعمل زيرو تشيك او بعمل زيرو ريدنج في البدايه وباخد قراءه ار نوت وبعد كده بحط السكرو ثريد المطلوب قياسه وبقفل التو انفلز وببدا اخد قراءه ار واحد والفرق بين القراءتين هو ده البيتش دايامتر او الافكتيف دايامتر. الطريقة الثانية في قياس الإفكتيف ديامتر هي طريقة بنسميها طريقة الواير ميثود أو طريقة بستخدم فيها وايرز. الطريقة دي تعتبر من الطرق البسيطة في قياس الإفكتيف ديامتر، بنستخدم فيها ستيل وايرز، الوايرز دي بتكون أقطارها صغيرة، بيتم اختيار أقطار الوايرز بطريقة معينة هنتكلم عنها في السلايدز اللي جاية، بحيث ان انا بختار البيست واير سايز اللي اقدر اشتغل بيه مع كل ثريد على حدة. بعد كده احنا بنضع الوايرز دي في الثريد جروفز ونبدأ نقيس الابعاد فوق الوايرز باستخدام المايكرومتر، يعني احنا بناخد قراءات فوق الوايرز دي باستخدام المايكرومتر، بعد كده بناخد قراءة المايكرومتر وبنستخدمها بطريقة ما هنتكلم عنها في الجزء اللي جاي في حساب او قياس قطر الافكتيف دايامتر زي ما هنشوف في الجزء اللي جاي. بالنسبه للواير ميثودز في منها ثلاث طرق، اولا في طريقه الوان واير بستخدم واير واحد، وفي التو واير ميثود، وفي كمان الثري واير ميثودز، ودي تعتبر الطريقه الادق والافضل هو استخدام ثري وايرز في القياس. زي ما قلنا اننا علشان نشتغل بطريقة الواير ميثود في قياس الافكتيف ديامتر فانا محتاج استخدم واير يكون السايز بتاعها مناسب ويكون هو ده افضل واير هيعمل كونتاكت في المكان المطلوب واقدر اقيس عليه ويديني ادق نتائج. طيب مين هو يا ترى البيست سايز ده، يعني مين احسن قطر للوايرز ممكن اشتغل بيه؟ تعالوا نتخيل ان انا عندي سكرو ثريد، السكرو ثريد ده ببقى عارف ان هو البيتش بتاعته بكام وعارف الفلانك انجل بتاعته بكام، ودلوقتي عايز ابدا اختار مجموعه الوايرز اللي هقيس بيها الافكتيف دايامتر. مبدئيا علشان اختار البيست واير، البيست واير ده مواصفاته ان هو يبقى الدايامتر بتاعه عامل كونتاكت مع الثريد فلانكس عند البيتش لاين. مين هو البيتش لاين؟ البيتش لاين زي ما احنا عارفين ده اللاين اللي بيقسم المسافه على الثريد والمسافة على السبيس بيكونوا قد بعض، المسافة اللي على الثريد بتكون بيتش على 2 والمسافة اللي على السبيس بتكون بيتش على 2، اللاين ده بنسميه البيتش لاين، والمسافة من هنا لحد البيتش لاين في السنان المقابلة ده هو ده الإفكتيف دايامتر. تمام، يبقى احنا عندنا الواير دايامتر هو البيست سايز لما يكون الواير عامل كونتاكت عند النقطتين هنا، النقطة دي والنقطة دي، يعني عند تقاطع البيتش لاين مع الفلانكس بتاعة الثريد. طيب عايزين نعرف طريقة نوصل بيها لمقدار الديامتر المطلوب للبيست واير. هنا احنا عندنا في الفيجر دي زي ما احنا شايفين احنا عندنا هنا ده الواير، الواير الريديوس بتاعه او بي، عندنا الام دي معناها المايكرومتر ريدنج، يعني انا لما باجي اقيس بقيس فوق الوايرز باخد قراءة من المايكرومتر اسمها ام، الاي هنا زي ما قلنا هو ده الافكتيف دايامتر لحد اللاين المقابل في الاسنان الناحيه الثانيه، الاتش هنا هو الهايت بتاع الثريد، الاكس على 2 هي نص الانكلودد انجل واحنا سميناها قبل كده الفلانك انجل، يبقى اكس على 2 هي الفلانك انجل الزاويه بين
الثريد فلانك وبين العمودي على السنتر لاين بتاع الثريد. يبقى احنا كده عرفنا. وطبعا البيتش البيتش هنا زي ما قلنا المسافة دي بي دي بتساوي البيتش على 2، وهي دي عبارة عن المسافة زي ما قلنا على السبيس هي نص البيتش. طيب دلوقتي احنا عايزين نوصل للبيست واير سايز. البيست واير سايز هنا زي ما احنا شايفين الدي اللي هو قطر الواير هيساوي 2 من الاو بي. الاو بي المسافة هنا من السنتر بتاع الواير لحد نقطة تقاطع الفلانك مع البيتش لاين بي. طيب انا عايزة اعرف المسافة اي بي. هاجي دلوقتي اشوف المثلث اي او بي، هبدأ اخد ساين الزاوية اي او بي. ساين الزاوية اي او بي بيساوي المسافة اي بي على المسافة او بي. يبقى ساين الزاوية اي او بي هي بتساوي المسافة اي بي على المسافة او بي. عندنا الزاوية بي هي الفلانك انجل، بالتالي فالزاوية O هتساوي 90 ماينس الفلانك انجل. يبقى اقدر اقول انه ساين 90 ماينس الفلانك انجل هيساوي AB على OB. طيب OB دلوقتي بقى بيساوي ال AB على ساين 90 ماينس الفلانك انجل، وبالتالي اقدر اقول ان AB ان OB هيساوي AB على كوزين الفلانك انجل، او هيساوي AB سك الفلانك انجل. طيب بما ان احنا عارفين انه الديامتر هو 2 من او بي، فهضرب 2 هضرب المعادله في 2، يبقى 2 او بي اللي هو الديامتر هيساوي 2 في الاي بي في سك اكس على 2. مين هي اي بي؟ لو جينا نبص كده على الفيجر، اي بي هنا هي المسافه اللي هي بتساوي نص البيتش على 2. المسافه دي بي كلها بتساوي بيتش على 2، المسافه اي بي هتبقى ببيتش على 4. يبقى تعالوا نعوض مع بعض، هنشيل ال AB ونحط بدلها ال pitch على 4. يبقى هنوصل للمعادلة بتاعة ال diameter of the best size wire، ال D بيساوي ال pitch على 2 في sec ال flank angle. بما اني انا ببقى عارف من البداية ال thread اللي معايا ده ال pitch بتاعته بتساوي كام، وببقى عارف كمان من ال standard بتاع ال thread هل هو metric هل هو whitworth هل هو unified، ف ببقى عارف الستاندرد، فبالتالي ببقى عارف الانكلودد انجل، واقدر اعرف ايه الفلانك انجل بتساوي كام. يبقى انا كده من هنا من المعادله دي اقدر احسب افضل قطر للوايرز اقدر استخدمه مع المايكرومترز عشان اقيس مقدار الافكتيف دايامتر. يبقى هستخدم المعادله دي بتساوي بيتش على 2 في سك الفلانك انجل اكس على 2. بعد ما عرفنا قيمه البيست واير دايامتر هنبدأ بقى دلوقتي نختار الـ set of wires. احنا زي ما قلنا قبل كده في ثلاث طرق لاستخدام الـ wires في قياس الـ effective diameters. ممكن نستخدم one wire في القياس مع الميكرومتر، ممكن نستخدم two wires، وممكن نستخدم الـ three wires مع بعض. أدق الطرق في طريقة الـ wire method هي استخدام الـ three wires. استخدام الـ three wire بيخلينا نحصل على تثبيت جيد للـ thread أثناء القياس. التثبيت باستخدام الـ 3 wires أفضل من لو هستخدم 2 wires أو هستخدم واير واحد في القياس. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي فكرة القياس بالـ 3 wires بتتم إزاي. أولاً أنا هختار الـ wires من الـ set بتاعة الميكرومتر عن طريق بعد ما بحسب قيمة الـ best wire diameter بروح وبختار الـ set of wires، بتبقى عبارة عن 2 plates زي دول، جزء فيه واير واحد والتاني فيه two wires. الهول دي بستخدمها علشان اثبت التو بليتس دول في السبندل بتاع الميكرومتر. طيب دلوقتي تعالوا مع بعض كده نبص على الفيجر اللي عندنا هنا، بيورينا السيت اب ده شكل الكونتاكت اللي بين الثري وايرز وبين الثريد، وهنا التو انفلز دول هما الانفلز بتوع الميكرومتر. طيب دلوقتي ايه هي المعلومات اللي انا اعرفها عن الثريد اللي هبدأ استخدمها علشان احسب قيمة الافكتيف ديامتر. الافكتيف ديامتر زي ما احنا شايفين هو المسافة دي، والام هي المسافة دي اللي هي قيمة الميكرومتر ريدنج اوفر وايرز، قراءة الميكرومتر اثناء وضع الوايرز وعمل كونتاكت بيها مع الثريد. طيب دلوقتي انا هاخد قراءة الميكرومتر بعد ما ثبت الوايرز على السكرو ثريد، هقيس بالميكرومتر فهاخد القراءة M. ايه تاني المعلومات اللي انا اعرفها عن الثريد ده؟
انا اعرف ال best wire size اللي هو ال d small، واعرف كمان ال flank angle اللي هي x على 2. زي ما قلنا انا لما ببقى عارف ال standard بتاع ال thread ببقى عارف ال flank angle دي ب60، ولا هي بتبقى نص ال included angle، ال included angle ب60 يبقى ال flank angle هتبقى ب30 وهكذا. يبقى انا ببقى عارف ال flank angle من ال thread standard، ببقى عارف كمان ال pitch. يبقى انا اعرف البيتش واعرف الفلانك انجل، وكمان حسبت البيست واير ديامتر اللي هو الدي، وقست بالمايكرومتر فبقى عندي الام. فببدا استخدم العلاقه الرياضيه دي اللي قدامنا في حساب مقدار الافكتيف ديامتر. القانون ده بيقول الافكتيف ديامتر بيساوي المايكرومتر ريدنج ماينس الواير ديامتر في 1 بلس كوسيك فلانك انجل زائد البيتش على 2 في كوتان الفلانك انجل. يبقى بالطريقة دي أنا بحسب قيمة الـ effective diameter. هنشوف مع بعض في السلايد اللي جاية الإثبات بتاع المعادلة الرياضية اللي موجودة قدامنا اللي احنا بنستخدمها، وأيضا المعادلة دي بقدر استخدمها في حالة القياس بالـ two wires. هي نفس المعادلة، المعادلة واحدة، ولكن زي ما قلنا إنه طريقة استخدام الـ three wires بتكون أفضل في تثبيت الـ thread أكتر من طريقة الـ two wires والـ one wire. تعالوا نشوف ازاي وصلنا للمعادلة الرياضية اللي بنستخدمها في حساب قيمة الـ effective diameter باستخدام الـ three wires method. عندنا هنا ده الـ thread، وعندنا ده الـ wire، الـ wire diameter D، الـ center بتاع الـ wire O، الـ line ده هو الـ pitch line اللي من عنده هنا بنبدأ الـ effective diameter لحد الـ line المقابل في الاتجاه التاني. الـ M زي ما قلنا هي الـ measured value المتقاسة بالمايكرومتر over الـ wires. الفلانك انجل x على 2 زي ما احنا عارفين. تعالوا نشوف دلوقتي لو انا عايز اوصل للإفكتيف ديامتر، يا ترى ايه المعادلة اللي هبدأ بيها حساب الإفكتيف ديامتر ده؟ لو انا عندي القراءة m اللي هي اللي انا اخدتها من المايكرومتر، فببساطة كده انا ممكن اوصل للE لو اخدت الM كلها وطرحت منها الجزء ده في البداية اللي هو الراديوس بتاع الواير بلس الجزء ده اللي هو من أول الـ O لحد النقطة B اللي هو الطول اللي احنا هنسميه H. لو ركزنا شوية هنلاقي انه احنا هنا واقفين عند الـ effective diameter عند الـ pitch line، يبقى الجزء اللي فوق ده كله أنا مش محتاجه ومحتاج أطرحه من قراءة الميكرومتر. فبالتالي أنا بعد ما أخد قراءة الميكرومتر هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أطرح من قراءة الميكرومتر مقدار الراديوس في الناحية دي وفي الناحية التانية، لأن الوايرز موجودة كمان من الناحية التانية. وبالتالي فأنا هيبقى عندي هنا الراديوس R وعندي من الناحية التانية R، يبقى أنا هطرح من الـ M 2 R، بالإضافة كمان للجزء ده اللي احنا قلنا هنسميه H، المسافة من O لحد الـ B، أو المسافة من السنتر بتاع الواير لحد الـ pitch line، المسافة دي هنسميها H. نفس المسافة موجودة كمان في الاتجاه التاني، وبالتالي فاحنا هنقدر نقول انه الافكتيف ديامتر بتاعنا هنحصل عليه لو طرحنا مقدار الاثنين radius ومقدار 2 h من قراءة الميكرومتر. تمام؟ طيب دلوقتي عايزين نبدأ ندور على مين. انا دلوقتي زي ما قلنا ان احنا عندنا ال m الradius بتاع الميكرومتر 2 r اللي هي ال d، الواير ديامتر ده موجود عندنا وحسبناه. دلوقتي محتاجين نعرف ال h، ال h بتساوي كام. طيب لو احنا جينا كده بصينا على الفيجر هنلاقي انه ال h هتساوي، اقدر اقول انها بتساوي المسافة OC من السنتر بتاع الواير لحد الروت OC ماينس المسافة BC، المسافة BC المسافة من البيتش لاين لحد الروت. يبقى احنا h بتساوي OC ماينس BC. طيب تعالوا نشوف مع بعض التريانجل OCA، تريانجل او سي اي. طبعا احنا عارفين الزاوية دي هي الفلانك انجل، الزاوية التانية النص التاني هي برضو الفلانك انجل، مجموعهم هما الاثنين هيبقى الانكلودد انجل اللي هي اكس. يبقى الزاوية دي اكس على اتنين، الزاوية دي كمان اكس على اتنين اللي هي الزاوية بين الفلانك ده وبين البربنديكولر على السنتر لاين. طيب من المثلث او سي اي عندنا OC اللي احنا كنا بنقول ان احنا محتاجين نوصل لها، احنا محتاجين نعرف قيمة OC ونعرف قيمة BC. OC هتساوي من المثلث ده هتساوي OA كوسك الفلانك انجل X على 2.
OC هتساوي OA كوسك X على 2. مين OA؟ OA ده هو الراديوس، صح؟ OA ده هو الراديوس كمان بتاع الواير المستخدم، يبقى أقدر أعوض عن الـ OA بقيمة الراديوس وهكتبها بـ D على 2، يبقى OC هتساوي D على 2 كوسك X على 2. طيب إحنا كده عرفنا OC، تعالوا نشوف إزاي نقدر نحسب الـ BC. فين BC؟ BC زي ما قلنا المسافة من البيتش لاين للروت. BC هنا لو إحنا جينا بصينا على الطول ده وحبينا نعرف قيمته، فلو إحنا قارنا الطول ده اللي هو البي سي بالثريد هايت، احنا عارفين انه ارتفاع السنة اللي احنا بنسميه اتش، البيتش لاين بيقسم السنة نصين بحيث ان المسافة فوق البيتش لاين لحد الكريست هتساوي المسافة من البيتش لاين لحد الروت، بالتالي فاقدر اقول ان اتش اللي هو الهايت بتاع الثريد هيساوي 2 من البي سي، او اقدر اقول ان البي سي دي هتساوي نص مقدار الثريد هايت. تعالوا علشان نوضح اكتر الكلام ده نشوف كده، نتخيل ان ده نص السنة اللي موجودة، يعني ده الفلانك وهنا الفلانك انجل اكس على 2، ونزلنا بخط عمودي من نص السنة، الارتفاع بتاع السنة بنسميه اتش الهايت بتاع السنة، الجزء ده هيساوي مين؟ الجزء ده زي ما احنا شايفين كده المسافة من نص السنة لحد نص السبيس، فالطول ده بيساوي البيتش على 2، البيتش على 2، يبقى احنا هنا عندنا الهايت بتاع الثريد وعندنا كمان البيز البيتش على 2 وعندنا الفلانك انجل اكس على 2، يبقى اقدر اقول من التريانجل ده انه البي سي بتساوي اتش على 2، وقيمة اتش بتساوي البيتش على 2 كوتان اكس على 2 اللي هي كوتان الفلانك انجل، فلو عوضت بقيمة الـ H الـ pitch على 2 كوتان الـ flank angle هنا في المعادلة دي BC بتساوي H على 2، فهوصل لي إن الـ BC بتساوي pitch على 4 كوتان الـ flank angle. يبقى احنا كده دلوقتي قدرنا نحسب قيمة الـ OC والـ BC، هنبدأ نعوض في المعادلة بتاعة الـ H، الـ OC دي على 2 كوسك الـ flank angle minus الـ BC pitch على 4 كوتان الـ flank angle. طبعا بعد ما بقى عندي قيمة الـ H أو المعادلة الرياضية اللي بحسب منها الـ H، هبدأ أعوض بقى في المعادلة بتاعتنا اللي هي الأساسية، الـ effective diameter بيساوي الـ M minus 2R، هشيل الـ 2R وهحط بدلها D minus 2H، هضرب المعادلة H في 2 وهبدأ أختصر في المعادلة لحد ما هوصل للمعادلة النهائية اللي هي موجودة عندنا، الـ E equal الـ micrometer reading minus wire diameter في 1 plus cosec flank angle plus pitch على 2 كوتان flank angle.